نروح بقى للقاء الجميل والزيارة اللي كانت زيارة موفقة بكل المقاييس، لدرجة حتى أنه زيارة طبعا محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر. الزيارة بدأت بأن احنا بدأنا نسمع أخبار عن أنه في استقبال للرئيس السيسي لمحمد بن سلمان، وطبعا كان في اجتماعات كثيرة، وبناء على هذه الاجتماعات صدر بيان. لكن الحقيقة كان زي ما انتم شايفين كده استقبال حافل واستقبال عظيم. واضح ان العلاقات المصرية السعودية في يعني في أبهى صورها هذه الأيام، وكانت في اتفاقيات كثيرة جدا بين الطرفين. وحتى الرئيس السيسي وهو يعني بيودع محمد بن سلمان كان في صورة أثارت أيضا، يعني كانت لغة جسد السيسي بوداع محمد بن سلمان أشعلت تفاعل وتحليل لمعناها، وقد إيه فعلا أنه من تداولوا هذه الصورة خلال مراسم الوداع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه قالوا أنه كده ممسك بيده وبينظر إلى ولي العهد خلال صعوده الطائرة، وده قال أنه كده ده يدا بيد أو يد واحدة نظرا للعلاقات بين الرياض والقاهرة. السعودية تستعد لضخ المليارات في مصر، وده تصريحات من رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العمري، أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقات لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مصر، وأن الاستثمارات تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة، إضافة إلى استثمارات في القطاع التقنية. ومصطفى مدبولي كان بيتحدث برضو عن دخول المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهري مايو ويونيو العام المقبل، ودي حاجة جميلة جدا. وزي ما قلت لكم طبعا أنه الاتفاقيات اللي تم توقيعها، تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في 9 قضايا، وده حسب البيان المصري السعودي المشترك. البيان كان اتفاق على تشكيل مجلس أعلى بين البلدين للتنسيق لتعزيز العلاقات بين البلدين دفعها نحو أفاق أرحب، وتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، والتوافق على موقف محدد بشأن 9 قضايا. تشكيل مجلس تنسيق الأعلى المصري السعودي، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، اتفاق على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين الدفاعي والأمني، اتفاق على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. وأيضا قلق مصري وسعودي بالغ بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مصر والسعودية تدعمان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واتفاق مصري سعودي أيضا على المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وعلى مواصلة الحوار عبر منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني. وأيضا بالنسبة لليبيا دعم الحل الليبي وخارطة الطريق الأممية. يعني بكل المقاييس كانت هذه الزيارة موفقة، كل الاتفاقات في هذه التسع قضايا طبعا موفقة، الاستثمارات اللي هيتم ضخها إن شاء الله في الفترة اللي جاية أيضا ممتازة جدا. الأمير محمد بن سلمان بعدما غادر الحقيقة أرسل برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي جرت مع الرئيس السيسي وما حملته من تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية. نروح بقى ل